السلام عليكم خي الياس، قل للناس ديالي راه كلشي كيعرف كان عندي بعدا. علاش؟ حيت انا كنتفرج فيك وعندي عزيز انت يا الصراحه الله. دونك حتى الناس انا ديما كنت كنجبدك بالخير. الله يكون قلبك بخير خوتي. جينا القنيطره وقلت والله تندوز الخير الياس، وداك الشيء اللي كندوزنا لعندو الله يعمر راس لها السيده. دابا اش كيفراني راه دابا الشمال انا كنعمر. دابا خي الياس نسولك، دابا هذا المحل ديالك ياك هاني نبينو لا ما تكتب دابا في الدراس هكا كنت كاتب هضرني جا قول باش لقيتها بحالك يعني لا سمعتك واحد الفيديو. السلام عليكم الاخوان، ضرب عليا بويزيكا ما فهمتش والو والله الا ظريف الدراري قسما بالله الله يعمر راس العائله اقسم بالله. جات كل شيء يكون مزيان الخوت. السلام عليكم، معكم الياس قراري صانع محتوى السجون، لاشين يوتيوب ديالي قراري برود قراري الياس. بويزي قالت كاين راه ديجا بارطاج هاد الفيديو ديالي نهار اللي كانت فات ليا لاشين، وتكونت واحد الصداقه زوينه اللي الحمد لله هو اليوم شرفني وزارني القنيطره. عزيز عزيز وحنا جالسين مرحبا والله الا راني معاه في الدار بالله انا والصديق ديالي زكريا حتى القنيطره. تحياتي اخوت. وداك الشيء اللي كان كيدور في الراس لقيناه اخوتي هو هو اقسم بالله العظيم. لا زعما الصراحه الله الله داك الشيء كامل اخي الياس نسى والله يجعلو مغفرة الدنيا يا ربي. الصلاه على النبي كلشي بالمكاتب. واش كنا دايرين نتلاقاو انا وياه؟ سبحان الله شافي مشاك الله خليني. ولكن ديما تنقول لك انا هبط اصاحبي عندك عائلتك في قناه. دابا دابا نجي لعندك اخويا مره اخرى. وعندو تبارك الله عنده لي فان ديالو بزاف هنا في قنيطره، يعني خرجنا اليوم تلاقى مع بزاف الناس. الناس قنيطره الله يعمرها سلعه حتى هي عامره بالرجال اخويا الصراحه. كيفاش هذه ما طلعتي اليوتيوب تعاودنا طرائف كان واحد بحري انا في كوفي مو كنت جلس كنبقى متبع بويزي كتبقى الموت. لا خويا لا كنتفكروا ذاك الايام الا زعما الصراحه الله. لا لا خصك ترجع لهذيك الايامات اخويا. وانت اخويا الياس علاش دابا انت شفتك قللتي شويه؟ اش نقول لكم الصراحه داك الشيء شويه قاصح عندي انا، عندي شي مشاكل كنعيشها هي اللي خلاتني انا اصلا الكونسيبت ديالي اخويا العزيز ما من الاول ما كانش طالع من اجل الربح او ندير شي حاجه في يوتيوب ولا يعني نفسيا انا ما نقدرش نخدم الا ما كنتش مرتاح نفسيا. داكشي اش كان احساسي هو اللي كنت بارطاجيتو شحال هادي مع الناس. عاودت لهم القصص اللي وقعوا لي داخل السجن، عاودت لهم على المشاكل اللي وقعوا، حاولت نور الراي العام نور المغاربه على داكشي اللي وقع ليا واللي عشت. والحمد لله يعني تعاطفوا معنا المغاربه بشكل كبير ودعمونا الحمد لله. جا واحد الوقت يعني خاصني نبدل الكونسيبت، خاصني نرتاح شي شويه ونعطي شي حاجه زوينه اللي يستافدوا منها الشباب ديالنا المدمن او المراهق والشباب بصفه عامه، يعني اللي الجيل اللي يكون راد البال حياته يعني مستقبله خدمته يعني بزاف د الحوايج كنطيح. اسمح لي نقاطعك اخي الياس، انا بعدا باش كيعجبني مستوى هاد الهضره والله العظيم الا كتقضي عليا كيسالي انا ما قاريش اصاحبي خرج استراحه انا هي كنخرطي قسما بالله والله ما نكره نكون كنهضر بهذا النيفو تاع الهضره والله العظيم. كمل كمل اخي الياس انا تنغمت كنشعل غر سير كملنا اخي الياس. نقول لك اخي بويزك يعني راه المغزى من الكونسيبت كان هكا، يعني كنت مركز على الناس اللي يقدروا يعيشوا وضعيه بحالي، يعني تقدر تطيح حياتهم يقدروا يمشيو للحبس يعني وما اكثرهم. يعني راه بزاف ديال ولاد الناس مساكن تورطوا في مشاكل صغيره ولو داخلين خارجين الحبس يعني وضاعت حياتهم مالوغوزمون. بل الحمد لله الحمد لله حنا كنزيدوا نجتهدوا وكنتمناو الناس تاهما ينوضوا بحالنا ويشجعوا هاد الشباب باش يراجعوا نفسهم شي شويه ويبدلوا حياتهم. والله خويا اليس انا بعدا كنشوفك حيت كنشوفك هكا اقسم بالله ما تقول هذا ما يهز حتى البيضه من الطاس. جونتي بزاف الدراري وظريف ولد الناس، ماشي زعما شي واحد جايب راسو تبارك الله ماشي شي واحد. ولكن كاين شي واحد اللي ما كيتاخش كيقول دابا راه كيضرب بالصفر. انا مزوج الا ما هضر لي في هذه النقطه خيائيه. لا لا بالعكس انا هضرتي جايه من عائلتي يعني من دارنا مع والديا مع خوتي. يوتيوب فاش طلعت يعني طلعت كاحساس، طلع داك الدري اللي عاش ديك المعاناه طلع كيعاود الناس اللي تحس به، يعني هضرت معاهم من قلبي. انا ما طلعتش باش نعيق على الناس ولا باش نتصور على الناس ولا باش نبان ونقول لهم انا درت. نقدر نكون مجهد شي شويه انا في الدباس ديالي، يعني في داك العالم اللي كنت فيه ما كنتش كنستلط بهذا المعنى، يعني كنت كنتواجه ما كنتش كنخاف. على حقك وصافي ما كنتيش كتعدى خير الياس. انا هضرت مع الدراري واش هذاك الشيء قال لك علاش؟ لان انا تعرضت للتعدو، يعني انا تعرضت للحجر. يعني انا بالنسبه لي شي واحد تحجر قدامي قلبي تيضرني من جهته واخا ما نكونش نعرف. يعني انا كنت ضد الحجره وكنت في الحبس كنت كنتحارب مع الناس اللي تيحكم ما بغيهمش نتواجه معاهم. علاش؟ لان انا دزت من ديك المرحله ديال الصغر وعشت واحد العيشه صعيبه اللي تحكرتي فيها وكليتي الاعصاب. يعني اكيد انا كنكره هذوك النوع ديال الناس اخي. داكشي علاش انا ما عمرني حكيت على شي واحد. اسمو سير هو بنادم ما كيتعداش. الحمد لله الحمد لله.
كيوقع المشاكل كتلقى بنادم معدي عليك واش تسمح بحقك ما جاياش، كاين اللي كيز النفس ديالو حر صراحه الله. وبالنسبه لهاد الضربه خيا الياس، واش ضربتيهم زعما انت بحال داك النوع اللي كيقول لهم معطيني نجيب كذا ولا كيسعروها في الدار ولا انت دابا ضربنيش الصراحه؟ كنت هاد المساله اللي كنت كتهضر بزاف ديال ديجا شفت انا هادشي. انا ديجا واحد النقطه انا غنشير ليها دابا انا نهضر قدام الجمهور ديال خويا بويزيك. انا المشكل ديال الضرابي شحال واحد تيقول لك انت كتبغي تبان بالضرابي ولا لا؟ والله الا مرضينا هاد الدراري قسما بالله العلي العظيم انا كانوا معذبين اخي بوزيك. علاش؟ لان والله كان تيشوفني بالضرابي ولا هذيك كيبقى بحال اللي خايف منك كيتخلع كيقول هذاك دا هذاك كتقول شي مرا دايزه هي وراجلات فهمتيني بحال اللي كتبان لها انت دايز كتبغي تكحاز انت كتحس بداك الشيء انت مشي شيك مو ما ترضاش حيت انت ما تقدرش تهز عينك في هذيك السيده ما تقدرش يعني انت هكاك طبعك وبنادم تيزيد يهينك بديك الطريقه وبداك الشوف. انا تعمدت يعني اول ما طلعت في الفيديو ديالي طلعت هضرت على الضرابي وهضرت على الوشام وطلعت بنفسكم. انا ماشي طلعت باش نبان على الناس الله يعفو عليا هادو الوشام درتهم عارف راسي ندمت عليهم. الضرابي ما يمكنش ليا نحيدهم دابا مي درتهم كنت احتجيت بطريقه ديال اني ضربت راسي يعني انا ضربت راسي حيت كنت كنحتج على السجن باش يدمج لي عقوبات ودخلت معاهم في صراعات ودخلت معاهم في محاولات انتحار. يعني درت شي حوايج اللي ما نقولكش ما ندمت عليهم ولكن الا ما درتهمش ما عمرك كنت غنخرج من الحبس. خايب داك الحوايج حقك هذوك راه ديالك. هذا هو علاش انا ضربت راسي. انا ما عمري ضربت راسي يعني زعما باش نخلع والديا ولا باش ماشي على واحد النوع. اخويا الياس كاين هذاك النوع الصراحه كاين هذاك النوع مي انا عاوتاني كيديرها بهاكا باش يتخلعوا منه باش انا دخلت في اضراب على الطعام وضربت راسي يعني كون كوا باش نحتج على الدوله باش تسوي لي هذاك المشكل اللي كان عندي. واش غنقول لك الحمد لله ان شاء الله دابا نحيدش. الحمد لله خويا شوف حيت مازال صحيح في دماغك هذاك هو الفضل اقسم بالله العظيم. بالنسبه لداك الشيء اللي دوزتي راه بنادم كيلاشي والله الا كيعلق الصباط صافي. انا كنحاول نعمر وقتي لداخل عاوتاني اخي بوزيك واخا شفت في العزله بزاف تما مي قريت شويه بالقرايه وكذا السبور يعني مبقيتش منحاصر في المشاكل ديال السجن بحال اللي حاربتي داك الروتين هذاك. برافو عليك هذاك الروتين عاوتاني الا شتي فيه كتاثر به يعني كتولي بحال هكاك صافي كتولي داخل. مي الا سديتي على راسك شويه قبلتي لونطريمون الصلاه دخلتي تقرا شويه تلقى مع الدراري في التكوين يعني كتعلم شي حرفه يعني كتحس براسك بديتي كتاقلم يعني انت كتخرج كتلقى راسك مهيئ نفسيا انك غادي تعيش حياتك ترونكيل. درتي شي ديبلوما الياس؟ اخويا ديجا درت ديبلومات في الحبس درت تنجره درتها يعني تحاول تعمر وقتك. عندي ديبلوم في الانفورماتيك وعندي ديبلوم في الانستالاسيون دي ريزو لوكال وعاد درت الشواهد داخل السجن يعني قريت شويه. واش غادير اخويا؟ حتى في الحبس انا كنت مولوع عاوتاني بهذا الشيء ديزاكتيفيتي يعني كندير لهم صراحه شاركهم صراحه. المهم الوقت عامر دماغه نقي ماشي شي واحد اخويا انا دابا تبان كيعمر دماغه راه انت لداخل ومعمر دماغه. اللغه ديالهم كيقول لك بنادم مخدر صحيح والله هذا الشيء ما فيه والله انا كنحس براه. المهم المستوى ديال الهضره ديالك اخويا بعيد بعد عليا بعد انا عاد بلا ما قلت انا لا داك المشكل ديال الانسان اللي تيكون مخدر بالسجن يعني راه خصك تعرف علاش يعني هو بغى هو عاجبو داك الشيء عاجبو داك الشيء يعني كتلقى انه كيتاقلم وكينسجم مع الوضع يعني كيولي هضره بالهضره ديال الحبس كيولي عايش مشاكل الحبس كيولي مأثر بحياه الحبس تما كيلقى مشكل يعني من تيخرج كيلقى راسو باقي كيهضر بديك الهضره مع والديه ومع خوتو. انا لا يعني انا كنت كنحاول نوعي راسي كنت كنحاول نقرا يعني ما كنتش كناقش بزاف مع المساجين ما كنتش كنهضر معاهم كندخل في جدالات يعني ما كنتاثرش بداك الشيء ديال الحبس. الوقت ديالك كتعمر في القرايه في باش يمكن لك تبقى محافظ على راسك لان تيكون من 10 رقم 40 يوما صراحه انا كنت متاكد يعني غادخل واحد البيت فيه 50 ولا 60 واحد وكيضرب واحد المستوى منحط اللي ناقص ديال بصح يعني فيه هضره موسخه بزاف حتى الافكار يعني حتى الافكار اللي تتبارطاجا بين المساجين يعني الطريقه باش كيوليو يفكروا يعني ما كنبقاوش انسان اخي كنوليو بحال شي كائنات يعني كتحيد منك الصفات الحميده يعني ما تبقاش الاخلاق ما كيبقاش الاحترام يعني انسان تيولي واحد الفكر اخر واحد المعامله اخرى تيولي بنادم حاضر راسو 100% واخا كيشرك مع بنادم الطعام يعني حاضر راسك مع بنادم واخا كيصلي معاك يعني واخا بنادم كياكل ويشرب معاك كتحضي حوايجك اللي سرقك يعني كتولي عايش مع هاد النوع ديال الناس كيصعب عليك الحال باش سيما تولي بحال هكا هو يا اما تعزل راسك منه باش تعزل راسك منه خصك تعمر راسك بالقرايه لانك انت كتعيش معاهم اكثر من 18 ساعه في البيت. والقصه ديال القرايه كان كيدوز الوقت دغيا ملي كان بحال هكا كل الصراحه القرايه تما في الحبس بحال الزنقه يعني قدري تاهما عندهم رغبه باغي نقراو اساتذه تاهما تيعاونونا امتحانات يعني حتى الستريس ديال الامتحانات كنعيشوا داك الاجواء صراحه. تبارك خويا كاين اللي كيعجبو هذا الهضره اللي كيقول كاين شي وحدين كيحماقوا على هذا الخضر كون مخدار والحبس داخل الخارج هذا هو بدا ماش كيقول في الاول كان كيهضر على شنو دوز في الحبس وكذا عرفتي الملايين دليفي كضرب
دابا بحيت بدل المحتوى ولا كيدير شي حاجه برو ناضيه وكذا كاين صحرا راه بنادم باش يطلع واش لاحظتيها ولا ما لاحظتيهاش؟ حيت انا لاحظتها يعني حتى لاشين ديالي الناس يعني في الاول الاغلبيه كانوا كيعجبهم المواضيع ديال السجن والمواضيع اللي كنت كنطرق ليها وكيعجبهم كيعجبهم هادشي يعني بحال اللي كنتكلم على طابو في السجن يعني ما تبقى تهضر على الحبس وكتهضر على المشاكل اللي كتوقع في الحبس الناس تكون انتريسي الموضوع ولكن ملي كتحاول تبدل الكونسيبت كتحاول تدخل في نصائح تدخل في الكوتشينغ يعني كتحاول انك توضح صوره بطريقه اخرى مختلفه يعني الناس ما كيبقاوش انتريسي الموضوع يعني التفاعل كينقص حيت مثلا الناس عندهم رغبه يشوفوا مثلا هذا الكلام خصو يتقال انا غير ملي كنت نبقى منحصر في دوك المواضيع اللي فهمتيني هي كضرني اكثر من اللي كنستافد منها انا بارطاجيتها حيت كان خصني نقول لك شي نورمالمون ولكن ملي كنت كنبقى كنسترزق القوس ديالي منها فهمتي اخويا بوزيك صعب عليا الحال اخويا بعدا داكشي اش كنحاول داكشي اللي حسيت به هو اللي كنبارطاجي داكشي اش كتلقاني حتى في لاشين ديالي يعني ما عطيهاش حقها عرفت ايوا اخويا اللي فيها الخير الله ياتينا بالرياض يا ربي انا والله شي طريف اخويا نضحكوا شويه نهار غليظ هذا شويه الهم لا والله هادشي داز هادشي والله ما مهمومين الحمد لله وشنو كتقول فهادوك اللي كينتقدوك اخويا الياس هادوك اللي ما بحالينش سمعني الياس غزال الياس والله شنو كتقول فهادوك اللي كينتقدوك الله يديهم ركزوا انا شفت شي وحدين كيكلاشيو زعما في شي فيديو ياسر ولكن دابا المشكل دابا هذاك ذكاء منهم دابا هما دابا المشكل دابا تبغي تهضر عليهم بحال تعطيهم قيمه يعني دابا هما ذكاء منهم تيقولوا دابا الياس طالع في نسب مشاهده حنا نعضوا فيه شي شويه باش يجاوبنا باش يدخلوا للبيبليك ديالو يدخلوا يتفرجوا فينا ما تجاوبش هذه من جهه يعني هو شوف هو التفكير ديالو من الاول موسخ يعني انت فكرتي باغي تطلع بهذه الطريقه هذه على واحد الشخص حنا سنسور الله يعطيك واحد كيعاود على المعاناه ديالو وانت طالع كتكذب فيه وكتهضر فيه وكتتكلم بواحد الاسلوب اللي موسخ عليه انا كتبقى فيا انت بعدا الاول اللي كتهضر عليا علاش لان انت ما كتعرفنيش مزيان ما كتعرفش اصلي يقدر يكون عمرو شافك انت شفتي جوج فيديوهات ولا ثلاثه وطلعتي كتهاجم فيه يعني الا عطيتك وقت وجاوبتك راه غنهبط عندك يعني انا ماشي متكبر وانما فريمون هذوك الناس ما يستاهلوش انك تعاونهم ماشي ديال ديك الشيء كون شفتو مثلا فعلا باغي يبدل حياته وباغي يدير شي محتوى انا نبارطاجي معاه وانا نصور معاه وانا نمشي نصور ليه وانا نعاونو ديك الساعه وندير معاه فيديو علاش لان باش نعاونو يعني انا الصوصيال عندي الا كنت انت باغي تخرج من ديك الوضعيه ديالك ما الا كنت انت باغي تصور فلوس على ظهر الياس ودير لاشين وتبقى تصرف الياس راه انت عندك مشكل داخل ديالك بينك وبين راسك حيت انت ما كتعرفش هذا الشخص وكتهضر عليه خايب ومركز فيه يعني انت عندك مشكل مع راسك يعني غدا ولا بغدا غنمشي انا من بالك غيطيح لك واحد اخر وغتلقى راسك مضيع الوقت بزاف ما كيكون عندهم نقص هذوك فهمتي ما كي انا بعدا نحشم يعني واخا نطلع نشوفك مثلا ندير شي حاجه ما تعجبنيش ندوز عادي انت باش نتفاعل معاك ما نتفاعلش شغلك هذاك فهمتيني ولكن باش نطلع نركز فيك ونهينك اذا راك عيرك يعني راه انت داير شي حاجه احسن مني واه سالينا والله الا ديرها كتلقاه مريض واه علاش فلان طلع فهمتي هو الانسان هذا راه تعرفت هادشي بزاف انا في الاول يعني في 100000 الاولى بداو الناس كيهضروا كذا كاين اللي كيكتب قصص ديالي لقيت انتقادات بزاف كنضحك انا كنبقى شوف تنقول لهم الواقع راه غير تنقول لهم انا كنت لقيتو معايا فاس وجمعكم وانا عجبكم مزيان يعني تفهموني ديك الساعه كيفاش داير انا حيت بان كيشوف في الفيديو ما دب كيشوف كتهضر حشمان ما عرفتش بان راه حشمان الناس كيبغيوك الناس مقدرينك والناس تفرجوا فيك يعني انا ما نقدرش نقلل الحياه في لاشين ديالي ونقول شي اسلوب ناقص هذاك الشيء اللي عجبني في حياتك عمرو قال زعما علاش كتلقى عيالات كتلقى وليدات صغار كتلقى ناس كيجيو يعنقوك ويسلموا عليك ويقول لك راه ماما كتفرج فيك بابا كيحماق عليك وبقيتي تخسى الهضره قدام وما غيتفرجش قدام ولادو يعني انا الا تانا هكا كيوقعوا لي الا كيوقفوني عائلات كيقولوا لي حيدي تسطيح هاد الهضره كنقول لهم فيا السكر ما كنبقى ما نقول حلو ايوا الساعات لا انا ما تنقدرش ما هكاك انا ماشي انا مع ما ضد مي انا ما تنقدرش يعني كنحاول ديما باش تعرفوا بنادم شو كيدير الشكل ديالك انا خويا الياس هاد الجيل اللي صاعد دابا راه الاغلبيه غادي فندق الميساج اللي تقدر توصل لهاد الشباب بلا ما دابا المشكل دابا تاع الميساج راه والو دوك الناس اللي طافي التليفونات هم والله ما يوصل لهم والله لا وصل لهم شي هذه بغيت نقول والله لا وصل لهم شي ميساج انا استهدفت هذوك الناس في الاول اقسم بالله يعني كنت باغي نستهدف دوك الشباب المراهق والشباب اللي خارج على راسو بيدو زعما قلت راه مبليين بيوتيوب وكذا وهذه يعني غيوصلهم دي فيديو ديالي يحاولوا يراجعوا نفسهم شي شويه ويحبسوا من داكشي مي لقيت لي انتريس اكثر هما الناس العاديين اللي فريمون زعما فهمتيني انا اصلا تفاجات يعني فاش لقيت تقريبا الناس اللي مهتمين بالموضوع الناس تقريبا يعني ناس واعيين ناس مثقفه البنات الرجال الناس في ادارات يعني المواضيع مهمه الحمد لله واللي معنيين بالامر ما كيشوفوش داكشي
يعني تلقاهم تيتصنتوا الموسيقى دراب وكتلقاهم كيتبعوا داكشي اللي باغي واحد كينصحهم ما عندهم ما يديروا به. واش كان واحد كتفكر فيه دابا بحال هكا راه الانسان واش فهمتي انت راك واخد تجربه في الحياه اخي الياس واش فهمتي راك عارف شنو كاين راه بان خصو يستافد من هاد الحوايج راه هاد الحوايج هما اللي يقدروا شحال من واحد كتلقاه غير مشكل بسيط مدابزه كيستقبل. جينا كل واحد اخي يقوم بالدور ديالو يعني حنا من جهه والمجتمع المدني من جهه والصحافه من جهه والدوله من جهه صانع المحتوى السجن من جهه يعني راه فريمون خصها تكون حملات تحسيسيه خاص تكون يد وحده باش نخدموا هادشي. المشكل ديالنا حنا ما يعني ما كنقدروش نكونوا يد وحده يعني ديما حنا متفقين اننا نكونوا ضد بعضياتنا ونكرهوا بعضياتنا وما كنفرحوش لبنادم كنبغوش الخير يعني للاسف يعني واحد نسبه كبيره الناس يعني بنادم الا سهل عليه والله عاد كنبداو نهاجمو وكنبداو نسبو وكنبداو نعيرو ما كنفرحوش ليه ويا راه بينك وبين راسك راه كل واحد ربي كيخلق له رزقه. اي واحد راه مكتب له رزقه هاد البلاد ولا العايق حاضر الفايق وكان بقى دي حاجه اقسم بالله العظيم ما تجيبلك شحال قدك تحضر لي حاضر اقسم بالله وحاضر معاك ديما العفو الله اخوتي العفو الله ما يدير شي تاوب الله يهدي ما خلق الله. يا غاشية الياس رجولة عندي عزيز جيت لعندك اخويا باريا كي دايز نصدقنا بيتين هنايا شدونا رجال البلاد هاد القنيطرة الله يعمرها سلامة الله يبارك خصنا الشادو بحالك ان شاء الله ان شاء الله سبيسيال ديال كاس الشادو ظريف مسكين الشادو راه كنت معاه البارح غزال داك دابا نديرو شي نسا اونسومبل كاملين ندوزو شي طرواجور ولا شي لعبه اخرى وضحك مزيان حتى انا والله الا حبس من اليوتيوب ماشي زعما حبس بواحد بحال اللي برت اقسم بالله العلي العظيم خاص ديما تطلع فوق الناموسيه وتنقز بالسيزويات حالي انت انا واقع دابا انت ما تهضر لي مش على السجن راه ما نشوفوش تهضر لي مع السجن نشوفو واشنو باغي يرجع يدخل عاوتاني يضرب واحد الله يستر واحد 3 سنين يخرج يعاود لكم فيها كنسخط ما داش لا فيزيكا والله الا راني حشم صاحبي كون ديالي كون راني تحجز في التليفون كنتعصب اصاحبي لا اله الا الله. ايوا وزيد عاوتاني اخويا حشك المثليين ولاو ملصقين السدوره وكذا كيدير اللايف 60000 هذا شنو 60000 تابعه دونك حتى هما يا اقسم بالله العلي العظيم والله يدير شي تاول بالخير اخوت والله لا ولا لاعبين ناقص ما تنساش واحد القضيه يعني مثلا دابا حنا شعب فضولي شي شويه يعني كيعجبنا مشاكل الناس وشي حاجه غريبه يعني كتكون شي حاجه غريبه يعني الناس انتريسي باش تفهم يعني علاش هاد المثليين علاش هادشي ولا بحال هكا يعني الناس راه غير انتريسي بالموضوع وكنبقاو فهمتيني كنبقاو نحددو على اساس ان راه الناس يعني هما راه بحال هكاك نو لكن لا بليبار غير انتريسي المشاكل اللي كتكون غريبه يعني غريبه على المجتمع ديالنا يعني من طلعوا مثلا دابا هاد الفوج ديال المثليين وهادشي هذا يعني الناس راه جاو فضول باش يفهموا الحياه ديال هاد الناس كيفاش تكونوا كيفاش ولاو حيت هادشي راه ما كانش فريني هادي ما كانش واحد يقدر يهضر على هادشي يعني هذا هو المشكل ديالنا اصلا شحال هادي ما كانش دا هادشي اللي رانا كنشوفو دابا ما كانش هذا دابا انا ما صاحبي لا 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 الياس انا مبرت عاوتاني واحد القضيه النهار اللي وقع لي البلان مع الجزائريين جاتني النفس على هاد البلاد دخلت ما حسيتش براسي نتلقيت راسي كنسب انا ونتسب وكذا 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 عاوتاني الدراري ديال البيفات عاوتاني هذوك بعادين هذوك تيبغيو يطلعوا البيف يتناقشوا بيناتهم في لي فيديو في الستوري في الواتساب كيتفقوا على شنو غايقولوا عاوتاني اه كاين هذا النوع ليش انا جاتني النفس والله خويا انا اللي خونا الجزائريين ولا حنا يعني خوت كنبقاو حتى حنا راه فهمتيني عرب وخوت اخويا الياس بعادين كل البعد على اننا نكونوا داك التمييز العنصري بيناتنا ولا هذه ما كاينش عداوات اخي غير كنبغيو نخلقوها يعني كنبغيو نخلقوها كنخلقوها صافي هذا الحمد لله انا عندي ناس والله الا من الجزائر حتى كيسولوا فيا وعندهم الانستغرام ديالي واتساب كيسولوا فيا ديما اقسم بالله العظيم الا تحيه لهم من هذا المنبر وتحيه للتوانسه والليبيين صراحه انا كنهضر مع الناس كلهم كيسولوا فيا مساكن انا والله الا عندي كامل العزازي اللي عنده المغرب عزيز والله الا كتجيبني النفس على هذه البلاد اخويا الياس ولا النفس اللي كتدق انا من هذه البلاد الدولي الكونت ويلا وما يبقاش فيك الحال اونتي راه حنا داونا الكونت ولكن شنو غادير غتكره البلاد البلاد راه ما فهمتي راه زي براسها وكره العصا البلاد حتى هي مسكينه راه ما عندها زهر بحالنا يعني راه كاين ناس الله يتموت على هاد البلاد بالله خصك لك تموت على بلادك وعلى ارضك وعلى وطنك وعلى عيالك وعلى ولادك عندك شي ولاد انت عندك الكلبه ما عندك شي المهم ماشي الدراري والله الا مع الياس لاشين ديالي غايشوفو بوزيدا غايقولو ها ما تلاقاو بجوج حبا خوتي قنيطرة كاملة أقسم بالله فين ما مشيت أجمي دارو لي كلمة القليل تحياتي ليكم واحد واحد اللي شاف هاد الفيديو اللي ما شافوش المهم تحياتي ليكم كاملين
اقسم بالله بحال اللي راني فتازه قسما بالله اخويا الياس. بالعكس والله الاخ راك شتي انت في الاول قبيله تحضر لوطيل شتي شنو وقفنا كميوي قالوا شنو واللي كيجي داير دن 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 انا وليت كنصور الناس والله الا الله يعمر راسك وقفت يقول لي حاضر صورني الحمد لله اخويا هذا هو اللي ما مخلينيش نحبس والله ما نحبس برب كيحبس هاد لونتير تحبس انت قاعد سليم انا كنقول غير ابسس وكليت واحد جوج كركاعات ولوزه او تمره والله الا ضغط ما بقاش كيوافقني الفيتامين راه شي جر اخوتي المهم ليله سعيده ونتمنى اللي شاف هذا الفيديو يقول شي حاجه في حق هذا السيد هذا انا بعد عندي عزيز الله انا قلتها دابا وانت اخي قولها في كومونتير وتحياتي اللي بري فان وشكرا بزاف الدعم لكم الاخوان شكرا شكرا حيت استحملتونا انا وبيزيكات حنا شويه يعني كان هذا الشيء صراحه ما موجدينش ليه انا قلت له نديرو هكا هو راه كيدير داكشي ديال المونتاج كيدير داكشي انا قلت له هكا انا بغيت نشوف الياس هكا انا وياه يبقى هذا عندي سيفوني راه خويا الياس والله العظيم الا راك عزيز والله يسهل عليك والله شوف والله يجعل كامل داكشي كامل اللي داز يرجع ان شاء الله بالدوبل بالخير ان شاء الله ان شاء الله يا رب نتسناو الجديد خويا الياس قريب ان شاء الله راه عاود غادي يدير شي حاجه نقايه واعره دعموا هذا السيد وبارطاجيو مع الدراري وردوه شوف وردوه كيما كان خليونا من الاخر تنسقوش ديروا عين ميك ما تبقاش المهم تهلاو يلاه تهلاو وتفيق طاح السلام عليكم